بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله كما ذكرنا في اللقاء السابق سنشرع في بيان وشرح شرح مبسط لمتن أبي شجاع للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. قال في مقدمة هذا المتن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. فابتدأ رحمه الله تعالى بما ابتدأ الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز ابتداء حقيقيا بالبسملة، ثم ابتدأ ابتداء إضافيا بالحمدلة. وكلمة البسملة والحمدلة دي نحت، اللغة العربية اسمها نحت، منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة الحمدلة أيضا منحوتة من الحمد لله رب العالمين. فهنا ابتدأ المصنف هذا المتن الجميل الصغير الذي يتحدث عن مذهب الإمام الشافعي باختصار بالبسملة ابتداء حقيقيا، ثم ابتدأ بالحمدلة ابتداء إضافيا، ثم بعد ذلك ذكر الصلاة منفردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثنها بالتسليم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، لم يذكر التسليم. وقد كره جماعة من العلماء ذلك، في حين أجاز البعض ذلك أنه يفرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الجمهور على كراهة إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دون التسليم. ثم قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظه الله تعالى أن أعمل مختصراً في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا يسمى المختصر. فهنا يبين سبب تأليفه لهذا المتن فيقول: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار، فبين أن هذا المتن سيكون مختصرا جدا، ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا بالثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقد جرت عادة العلماء أنهم يبينوا في مقدمات كتبهم منهجهم في التأليف، وهو هنا بين منهجه في تأليف هذا المتن أنه سيقوم بتسهيل الفقه على مذهب الإمام الشافعي على المبتدئ، وأنه سيكثر فيه من التقسيمات حتى يتبين ويتضح هذا المذهب للطالب المبتدئ في فقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وانتظرونا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.